السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما أنا أحط عمود إنشائي، تمام، في تقاطع بين الجريد، حاجة مثلا زي كده، تمام، تيجي تعمل سيلكت على العمود، بتلاقي إن هو بياخد كل اللوكيشن، تمام. طيب لو أنا حركت العمود دوت، عملت له موف، خلي بالك من النقطة إن في اختيار هنا اسمه موف ويز جريد. طيب خليني أحرك كده، أصبح إيه جي 5 اللي هو اللي كان موجود فيه بلس 860، إن أنا رحت في الاتجاه السالب. طيب هقول له لأ، خليه في الاتجاه الموجب بالشكل دوت، هي بقت 680 بالموجب. طب لو أنا طلعت كده بيديني المعلومة الخاصة بالجريد زائد المسافة اللي أنا مشيتها في الإكس والمسافة اللي أنا مشيتها في الواي.